برعاية النهاردة معايا حكايات جديدة ومع أمهاتنا. النهاردة هنروح هنشوف أكتر من حالة وأكتر من حكاية. معايا حكاية الست جمالات. الست جمالات بقى مشكلتها طلعوها من بيتها ست كبيرة، يعني أنا بستغرب جدا، عشان يطلعوها من بيتها خاضوا في عرضها وخاضوا في سمعتها على أساس إن هم ياخدوا شقتها. قد إيه الدنيا الناس بقت صعب جدا، والناس بتدور على أي حاجة وخلاص، ما بنخافش من ربنا، ما بنخافش من حلال وحرام. تعالوا بينا نشوف حكاية الست جمالات، يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. نتعرف عليكي؟ اسمي جمالات. اهلا يا حاجة جمالات. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ اخباري ممكن اقعد جنبك؟ اتفضل. انت اخ؟ طبعا. انت عاوزني اقولك ايه بقى؟ انا ما درستش لحد اولى اعدادي وبس. يعني فضلت الاولى اعدادي اخدت انجليزي وكده والاستاذ مشي. الاول بس انا عايز اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. مولد النبي. ها؟ كل سنه. انا ناسي والله. معلش. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ عيشتك عامله ازاي؟ حياتك عامله ازاي؟ حياتي النزلة اللي انا معايا ديت باعصابي مخلية دماغي تاي، ما بفتكرش حاجة ابدا، ورجلية ما بقدرش امشي عليها. بس سلامتك، الف سلامة. سلمك. احكي لي بقى، انت جيتي هنا الدار ازاي؟ وكان ايه ظروف مجيك هنا؟ جيت الدار هنا اصل زوجي مات، توفى. فالجيران بقى هيشيلوني ويحطوني في كلام فاضي، وانا مش بتحكلم من ده ابدا. وبعدين اخدت بعضيها ورحت للاستاذ سعداوي، حكيت له، قلت له الحكايه كذا كذا، وجوزي توفى والجيران عايزين يتفوتوني من الشقه بكلام فاضي، وانا ست طول عمري بصلي وعارفه ربنا. ليه عايزين يطفشوكي من الشقه؟ والقران، وبقرا قران وكل حاجه، يعني الحمد لله. يعني ليه عايزين يطفشوك من الشقه؟ عشان ياخدوها هم. الجيران ولا صاحب البيت؟ لا، الجيران. الجيران اللي عايزين ياخدوا مني الشقه. ليه؟ عشان انت وحدانيه ولا؟ عشان انا وحدانيه، وجوزي بقى الله يسامحه ما كانش. هو جوزك عمل ايه؟ سابك ومشي ولا عمل ايه؟ لا مات، توفى. ما عندكيش اولاد؟ ما جابش. هو ما فيش. ما حصلش نصيب. ايوه. فجيت هنا للأستاذ سعداوي، راح الأستاذ سعداوي قال لي اقعدي، وخدني عنده. وبعدين بس وانت كنت عايشة ازاي الأول؟ يعني حياتك كانت ماشية ازاي؟ كنت قاعدة في بيتك بتاكلي منين وتشربي منين؟ تشتغلي كنت؟ كان المعاش. كنت باخد معاش. معاش بتاع مين؟ كنت باخد في بيت أبويا، كنت باخد معاش أبويا. وبعدين توفى جوزي. كنت خدت معاش جوزي. ودلوقتي انا ماشي لكن ما اشتغلتيش خالص، يعني طول عمرك كده كنت. يعني انت مالكيش اي طلب؟ ما نفسكيش في حاجه؟ بتفكري في حاجه؟ عايزه حاجه نعملها لك؟ الحمد لله انا دخلت دار، وصاحب الدار ده حماني وخدني عنده، وعايشه مبسوطه والحمد لله. دايما عايشه مبسوطه يا رب. الله يخليك. اهلا بيكم. زي ما شفنا حالة ست جمالات، معانا كمان حكاية تانية من حكاياتنا، وهي هتكون مع الحاجة فاطمة. الحاجة فاطمة مش عايز احرق الحكاية، انما ست بشوشة جدا وجميلة جدا وضحوكة، وشها مبتهج، وبتقاوم متاعب الحياة بالدعاء. والحقيقة خدنا كمية دعاء جميلة جدا، يا رب يكون مناسبكم انتوا كمان الدعاء اللي هتشوفوه معانا في الفقرة دي. يلا بينا نشوف. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كل الحمد طيبة. لله، وانتم طيبين، ما نتحرمش منكم، ويجعلوا من ميزان حسناتكم يا رب جميعا، وتروحوا سالمين غانمين. ربنا يديك ما نتحرمش منكم ولا من زيارتكم. ربنا يخليك. خليكوا لينا، انتوا عيالنا وحبايبنا. وانتي تاج راسنا. الله يكبر خاطركم.
قولي لي انت جيتي هنا، جيتي هنا ازاي بقى؟ كنت في البدر عشان عند بنتي الكبيره لما اولاد الصبيان سابوني، وبنتي الكبيره جابتني الدار هنا، بقى لي 5 سنين هنا في الدار مبسوطه واكله شاربه، منظفيني محميني، شغالين امر اولاد حلال من سقاره اوصل اولاد حلال خدمنا ومحمينا ومنظفينا وكل حاجه ونخلص حاجة. وانت كنت الاول عايشه ازاي بقى؟ كان جوزك بيشتغل ايه؟ نعم، جوزي كان بيشتغل في الشركه المشروعات الهندسيه اعمال كتابيه. جوزك كان بيشتغل في بعيد عنك مات الله يرحمه. الله يرحمه، طول العمر لك احنا واياك. معايا 5 رجاله سابوني جوزتهم، اللي ما معاش جوزته واللي معاه جوزته، وقعدوا معايا والاخر سابوني عشان نسوانهم، لما جوزتهم بقى وعملت لهم بيوت. سابوكي كده مش عايزين يسالوا عليك؟ ومعايا بنتين هم اللي بيسالوا علي، بنت في سقاره صقر كريش، وبنت في البدرشين الكبيره اللي ماسكه اعمالي بتجيب لي العلاج وبتصرف لي المعاش. انت عيانه، انت عيانه يا حاجه؟ انا وقعت عند بنتي الكبيره المفصل اتكسر، وقعت على رجلي اتكسرت. سلامتك يا حبيبتي. عند السكر عملت عمليتين في المستشفى المنيره، المفصل ما لحمش، قالوا عشان السكر واكل العظم. وبنتي بقى جابت لي اللي بيخدموني بقى يسيبوني ويمشوا. جابتني هنا. بنتك طبعا في بيت جوزها مش قادره تقعد معاكي. ايوه، لا ومعاها 4 بنات، واحده متجوزه. مش قادره تستضيفك يعني؟ جوزها والاخر قعد معاش وعمل عمليه، جاله غلطه في القلب، عمل عمليه وقاعد مش فاضيالي، جابتني هنا. واولادك الرجاله ما فيش بقى؟ ما فيش، ما يعرفوش حتى مكاني فين، بقالي ولا واحد منهم؟ بقالي 5 سنين ما شفتهمش. ولا كنت بتشتغلي؟ كنت بخدمهم بربيهم، كنت الدنيا اتدهورت بي، الدنيا اتدهورت بي. سلامتك يا سلام. انت زي الفل. كسرت رجلي دي اللي عجزتني، هو اللي بيعون علينا القعده والنومه، بيسلينا وبيعمل لنا حس. ده انت اللي عامله لنا حس، وبركه دعواتك. البركه فيكم، المركه فيكم، ربنا يخليكم لينا، تيجوا تزورونا وما تقطعوا زيارتكم عننا. اهلا بيكم مره اخرى. الحقيقه الفقره اللي معايا اللي جايه والحكايه اللي جايه معايا حكايه مدام نبيله. مدام نبيله ست مقتدره، ما عندهاش مشكله ماديه، راحت لإحدى دور المسنين بمزاجها وبإرادتها ومعرفتها، بتطرح قضية كنا دايما نتسأل فيها في برامج الدينية، وحتى أنا سألتها ده في الفقرة اللي هتشوفوها. كان دايما الشيوخ يقولولنا فإما يبلغن عندك الكبر، عندك دي يعني لازم في بيتك وفي معيتك وفي كنفك، أنك أنت تاخد بالك من أبوك وأمك بعد ما يكبروا في السن، زي ما هم خدوا بالهم منك وأنت صغير وشالوك وهننوك وكبروك، أنت كمان محتاج تعمل الدور ده بعد ما يكبروا. هي ليها رؤية تانية وفكرة تانية طرحتها من خلال حكايتها، والله برضو مجال إن احنا نفكر فيه. مش دايما نيجي على أولادنا نقول إن هم رامينا، ومش دايما نقول احنا رحنا دور المسنين عشان احنا محتاجين، لا، ممكن تكون الموضوع مختلف. يلا بينا نشوف. اهلا بحضراتكم، وزي ما وعدتكم هنقضي يوم مختلف من احد دور المسنين، وهنتكلم مع امهاتنا وندردش معاهم ونحكي معاهم، وفرصة كمان انه كانت مناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف على صاحبي افضل الصلاة وازكى السلام. حبينا ان احنا نقضي يوم مختلف مع امهاتنا وندردش معاهم ونحكي معاهم ونعرف تجاربهم وحياتهم ايه، ان هم اللي ربونا وهم اللي علمونا. كبار السن دول دورة التاج زي ما بيقولوا، احنا محتاجين نعرف تجاربهم وخبراتهم ونعرف الظروف اللي مروا بيها ايه، ويعني بنقضي يوم مختلف معاهم وحكاية من حكاياتنا في برنامج ايه الحكاية. يلا بينا. يلا بينا. اهلا بيك يا حاجه نبيله. اهلا بحضرتك، وانا يعني كلنا يعني شرفنا بوجودكم، كلها يعني بركه عندنا، واحنا كلنا فرحانين والكل مبسوط جدا بوجودكم معانا ووجود حضرتك معانا. وانا واحده من الناس كنت متتبعه برامجك كلها
في القنوات اللي حضرتك كنت بتروحها، وكنت دايما تقول يعني كلمة يعني ما زلت أنا لو غلط صلحولي. فعلا كنت بقول كده أصلا، أنا بقعد مع شيوخ وبقعد مع رجال دين، طبيعي لازم هم يصلحولي. ربنا يديك الصحة ويبارك فيك يا رب، ويجعلكوا كده ذخر لينا وحنان وحب واحتواء عاطفة وتقدير للمسنين عموما، رجالة وستات. والله يا حاجة نبيلة، يعني مش بقول الكلام ده عشان قدام كاميرا، انتوا الذخر لينا، وانتوا اللي علمتونا، وانتوا اللي كبرتونا، وانتوا اللي طلعتوا اجيال، حقكم علينا ان احنا نسمعكم دلوقتي وندردش معاكم ونعرف الدنيا عملت ايه معاكم ونصايحكم ايه للناس وطلباتكم ايه كل حاجة. شوف يا استاذ محمد، اولا انا رحت 3 دور مسنين، قعدت 11 سنة، من اجمل ايام حياتي 3 دور. ابني بيسألني بيقول لي انت رحتي 3، ايه يعني الدار اللي عجبتك اكتر؟ قلت له لا، قلت له 3 احلى من بعض. قال لي طب لو حبيتي ترجع، قلت له الدار اللي انا فيها كلها بركة وكلها ناس محترمين وطيبين جدا الحمد لله والله. وبعدين احنا لمسنا ده الحقيقة، الدار هنا هوت مهيئة لانها بتحتوي المسن بجميع ظروف الصحية والنفسية والمرضية والعصبية وكل حاجة، وبكل هدوء وعطف وحنان وحب. طيب انا عايز استغل حضور حضرتك وشخصيتك الحقيقة يعني، وقدرتك على تمحيص الامور والتفحيص الامور، يعني ايه رأيك في وجهة النظر في وجهة دور المسنين؟ في ناس يقولوا دور المسنين يعني عيالهم سابوهم ورموهم، وفي ناس يقولوا لا ده دور المسنين دي حاجة رعاية زيادة، والمسن بقى محتاج يعني أنواع معينة من الرعاية مش هيلاقيها في البيت حتى لو أولاده حواليه. أنت رأي حضرتك إيه؟ أو تجربتك إيه؟ هقول لحضرتك على حاجة، أنا بناشد كل من يهم الأمر بالنسبة لينا إحنا كمسنين، ان هو يساعد المسن، وثقافة دار المسنين لازم تنتشر في جميع المحافظات. النهاردة ما حدش فاضي للمسن، مش بر، مش قلة بر ولا قلة وفاء خالص، بس الكل مطحون والكل مشغول والكل مش فاضي. فطبعا يعني الناس يعني الاولاد دي اولادنا، ليه المجتمع بيكربجهم؟ ليه انتوا سابين الام او الاب في دار مسنين اذا كان البيت نفسه مش مهيئ ان هم يعني. انا كنت الاسر، البيت كان مفتوح للقرايب والاهل والولاد والاحفاد والكل. انا ما اقدرش كمان انا ابقى جزء من اسره ومحدش يعني الكل مطحون قدامي، لدرجه انك انت لما تكون عايز كوبايه ميه بتتكسف تطلبها عشان شايف اللي قدامك تعبان ومطحون ومش قادر. اللي انا شايفاه انا بعمله، يعني عايز اقول محدش اضطر حضرتك ان انت تيجي هنا، يعني مش الظروف ولادك او حاجه نهائي. خليني اسالك سؤال، يعني هما ما حسوش ان والدتهم مش موجوده في البيت؟ ما انا قاعده في، لا انا قاعده ما بروحش عند حد. انا قاعده في شقتي ما بروحش عند حد، انا قراري من نفسي ماليش دعوه بحد. ولادي لهم حريتهم ولهم بيوتهم ولهم اسرهم، انا كمان لازم اشوف مصلحتي فيه. حضرتك كمان شخصيه قياديه الحقيقه، انا ملاحظ ده. يعني حضرتك حياتك العمليه قبل كده كانت عامله ازاي؟ والله انا اول ما اشتغلت في التلفزيون، وبعدين يعني فتحت مدرسه، وبعدين اشتغلت فتحت مدرسه وبعدين وبعدين كنت مستشاره اداريه وفنيه لاحد المدارس المتميزه، وكنت مديره مدرسه احد المدارس المتميزه برضو، وكنت موجهه يعني في وزاره التربيه والتعليم اخر المراحل يعني. ما شاء الله. ده باختصار شديد يعني. لا واضح، كل تجربه من دول واضحه في كلام حضرتك يعني، لان كل حاجه كان ليها خبره وكل لها يعني طريقها، فده يعني اثقل الواحد من ناحيه وانا طبيعي بحب الشغل جدا وما زلت بحب الشغل، بحب اعمل حاجتي بنفسي بقدر المستطاع، بس كل يوم ما بيتاخر عن يوم الصحه بتبقى يعني شويه متاخره يعني. لكن طبعا دلوقتي بيودوكي وبيقول لك على طول على طول على طول، بس على المجتمع يرحمهم، مفيش داعي يكربج الولاد اللي له بنت ام او اب في دار مسنين، خصوصا اذا كان شايف العنايه والرعايه والاحتواء موجود وهو مش فاضي ولا اسرته فاضيه ولا الاحفاد فاضيين، ليه بيكربجوهم؟ وبعدين انا دلوقتي
انا كنت جايه تعبانه جدا نفسيا من ما فيش. انا جيت هنا يعني انا بعتبر نفسي لما بتيجي ام محمد وهويده اقول لهم لما يجوا بقى اول ما يجوا عاملين ايه ومش عارف الهيصه دي، اقول انا دلوقتي في بيت العيله. مجموعه جميله جدا والناس هنا بيحبوا بعض يعني واخدين حس بعض. عايزه تقول جدا ونس ورحمه وحنيه وعطف واحتواء يوميا استاذ محمد، ملايات وكل حاجه تتنظف والكل لازم يخش الحمام ولازم الكل يعني بصراحه اهتمام فوق ما تتصور. كويس. بصراحه فين هتلاقيه في البيت ده؟ فين المسن هيلاقي ده في البيت؟ عارفه حاجه نبيله، يعني ده برنامج اجتماعي جديد انا بعمله، وانا حبيت ان يكون من اول الفقرات اللي انا بعملها تكون معاكم. يا ربي ان ربنا ناخد بركتكم وناخد حسكم زي ما بيقولوا وتدعوا لنا واحنا فرحانين بيكم والله، وكل من الصبح واحنا سعداء لما عرفنا انكم جايين والله. مش عايزه توجهي رساله لحد؟ عايزه اقول لمن يهم الامر مفيش داعي لان يعني تعثروا حته انتشار دار المسنين ثقافة في المحافظات كلها، رحمة بالمسن. لأن أنا عرفت إن بيقول لك الأم والأب لازم يكون في حضن ابنهم وبنتهم، مش في الزمن ده، الزمن صعب وبطحنهم وإحنا هنضيع في الوسط بصراحة. يعني المفاهيم بتتغير والدنيا طبعا بتتغير. لازم 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 يعني أنا بشكرك جدا والله، وربنا يديك الصحة، وإحنا يعني يجعل دعاء الناس اللي هنا فرحتهم بيكوا من نصيبكوا إن شاء الله. بشكرك جدا. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يديك الصحة والعافية ويبارك فيكوا يا رب، ويبارك في الدار وأهل الدار واللي قايمين على خدمتنا بكل باسم والله. ناس محترمة وطيبين جدا، وهم يعني بصراحة مش عارفة أقول لك. ربنا يديم الخير والمعروف. وأنا يا جماعة بقول يا جماعة أي مسن ما يهابش دار المسنين، يروح دار هيلاقي محتويين وبكل ظروف الصحية والنفسية والعصبية والمرضية وكل حاجة الحقيقة، وهي مهيئة لكده. أنا بشكرك ألف شكر، أشوفك على خير. ميرسي يا حبيبي. أنا اللي شكرا. وزي ما حضراتكم شفتوا معانا النهاردة أكتر من فقرة وأكتر من حكاية، كان معانا الست جمالات، وكان معانا الحاجة فاطمة، وكان معانا مدام نبيلة. يا رب كون خدنا العظة وخدنا فكرة من حكايات سمعناها وشفناها النهاردة. أكيد هنتابع حكايات تانية مع حضراتكم، لكن كمان فقراتنا النهاردة لسه ما خلصتش، معانا فقرات تانية وخير تاني هيتعمل وبيتعمل، هتشوفوه معانا بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم وفقره الخير. لما بنجيب سيره الخير على طول بنفكر ان الخير ده فكره عظيمه جدا، فكره كلها انسانيه. والحقيقه انه من اكتر المشاهد الجميله ان احنا نشوف ناس كل اللي شاغل بالها وتفكيرها هما ازاي يفرحوا الناس. ده من خلال قوافل خيريه اسمها قوافل الخير بنسميها، بتحمل الاحتياجات الخاصه للقرى والنجوع. والحقيقه انه جمعيه البر والتقوى بتهتم بالجزئيه دي، والفتره دي بتشتغل على عمل اكتر من قافله علشان تطوف وتدخل السرور على الكثير من اهالينا اللي بيستاهلوا الحقيقه كل خير. نجاح القوافل دي بالتأكيد بيتم من خلال مشاركة أهل الخير وأصحاب القلوب الطيبة الرحيمة. هنتكلم أكتر عن ثواب الخير وأجر المشاركات الإنسانية مع ضيفنا العزيز الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وسادة المشاهدين جميعا في مصر وفي الدنيا كلها اللي بيشوفونا دلوقتي. يا أهلا وسهلا. خلينا قبل ما نخش ونستطرد ونحكي عن قوافل الخير اللي بتعملوها في جمعية البر والتقوى، تستحضرني الآيات الكريمة في سورة الضحى. نعم. قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. حدثنا عن هذه الآيات وإبحارات وخواطر فيها ونستطرد عن العمل الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أقسم الله بالشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها. أقسم الله بالقمر، أقسم الله تبارك وتعالى بكل ما هو عظيم. وهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وبالضحى وبأوقات جعلها مهمة للمسلم، بدأ بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إيمانا يعني ربنا سبحانه وتعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، يطمئن النبي ويطمئن أمته، كل من كان في حالك يا محمد، وأنت في فقر أو أنت في حزن أو أنت في كرب أو في دين أو في ضيق يا محمد. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أو ودع أمتك سبحانه وتعالى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. بلغ أمتك يا محمد أنكم أمة الآخرة هي التي سوف تلقى الخير يوم القيامة بين يدي رب العالمين، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن أرضى وأحد من أمتي في النار. فرد الله على حبيبه في آية أخرى: ولسوف يرضى. ثم يستطرد الله سبحانه وتعالى أو تستطرد تلك الآيات فيحدثنا بعد ذلك ويقول له أن تمام الخير بعد أن كنت ضالا فهداك، وحاشا أن يكون رسول الله قد ضل، ولكن هنا معنى ضالا فهداك أي أنك كنت تبحث عن الطريق فهداك الله للطريق الصحيح. وكان استبطاء للوحي في التوقيت ده، وحاول في قريش أن هم يستغلوا التوقيت ده. فين فين الوحي منزلش عليك ليه وإلى آخره. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والآية دي أنا عايز أقولها لكل غني ربنا أكرمه ووسع عليه: كنت قبل كده إيه ودلوقتي بقيت إيه. أنا لسه جاي لك وبقول لك بعد ذلك: ووجدك عائلا فأغنى. كنت لسه قليل وانت في بداية حياتك فأغناك، مش أغناك، ووصلك لمرتبة الولاية ومرتبة الوكالة. في ناس بقى أقل منك لسه الدور ما جاش عليهم، فأما السائلة فلا تنهر. اوعى حد يسألك شيء فتبعده. وأما اليتيمة فلا تقهر. اوعى اليتامى الفقراء المساكين، وده محور اللي احنا بنتكلم فيه، لكل من وكله الله على الفقير من الأغنياء من المتصدقين، خد بالك هناك فقراء إياك أن تقطع عليهم، هناك مساكين كنت في يوم من الأيام مثلهم، فعليك أن تحفظ هؤلاء. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الغني، يا من أنت من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تبخل بالفقير، لأن رب العالمين يقول: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، وإذا بغى وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. فأسأل الله ألا نكون من هؤلاء، ونقول: يا رب ننفق في سبيلك سبحانك. الحقيقة كلام جميل، ونربطه بأعمال الخير اللي بتقوموا بها في الجمعية، والقوافل الحقيقة اللي انت يعني بتطوف أركان الجمهورية. نعم، حضرتك قلت لنا قبل كده. نعم، عايزين نركز على الحتة دي أكتر ونتكلم عن آخر القوافل دي إيه. وعندي سؤال الحقيقة دايما بقوله، يعني أكيد ما فيش قافلة واحدة هتكفي. نعم، انتوا أكيد وانت رايح وبتشوف، وزي ما احنا معانا هنا هو كمان في الصورة. كل ما بتفتح بتلاقي اكتر ناس محتاجه اكتر، ومحتاجه بطاطين اكتر، ومحتاجه حاجات اكتر. بتعملوا ايه بقى؟ بتكتفوا بزياره واحده؟ انا عايز اقول لحضرتك إن احنا ممكن نقعد مع بعضينا علشان نجمع فكره، علشان يلا يا جماعه هنعمل قافله. لكن اصحاب فكره القوافل هم الفقراء، هم اصحاب. تخيل حضرتك. ليه؟ لان انا بروح بكميه من الطعام بتخلص، باخد كميه من الغذاء، باخد كميه مثلا من البطاطين، باخد كميه من كل احتياجات البيوت، واروح هناك فاقدم الحاجه للفقير، يقوم يقول لي: انت اديت جاري ولا لا؟ يا سلام. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه.
اقول له الله لا لسه، يقول لي اديله وبعد كده اديلي انا. فنفاجأ ان هذا الفقير لو جاله مثلا شنطة يقسمها على اربعة، لان العدد بتاع الناس هناك محتاج اربع بطاطين، اربع شنط طعام، اربع كذا، فيفضلوا يقسموا على بعض الربع، فانت تشوف المنظر، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فننادي الاغنياء ونقول المدد 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 ايها الناس، المدد لهؤلاء الفقراء، علشان كده لازم اروح مرة واثنين وثلاثة علشان احييه واقول له انت اثرت على نفسك وكلت ربع وجبة، فلازم انا اتم عليك هذا الامر. القوافل يا دكتور محمد، عايز اقول لحضرتك وصل لحد ان احنا عايزين نعمل مشاريع للناس هناك، منها مثلا تربية الدواجن. عندنا نعمل بنات يتيمات محتاجة ان هي تتزوج، فقراء تحت خط الفقر، أمور كتير جدا جدا هي اللي مخليهم عايشين في هذا الحال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، لأن الفقير هو سبيلنا إلى الجنة طبعا، وليس المتصدق. ده المتصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا قبل ألا تصدقوا. صحيح. دي مصيبة. صحيح. أننا نصبح يوما نأتي بالصدقة نعطيها للفقير من علامات الساعة، فيقول لو جئتني بالأمس لقبلتها منك، يبقى اتقفل باب الصدقة. يا خبر أبيض، تيجي تزكي فتجد إنه يقول لك لا شكرا، لو أنت عايز فلوس أديك، من علامات آخر الزمان. يبقى أنا ألحق نفسي، تصدق تصدق، اعطي اعطي، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. انت شوف ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم من الدنس، من كل مرض، تطهرهم من كل أذى، مس وعين وحسد وسحر وكل الحاجات دي. احنا عايشين في وسط كون مختلف، في حاجات كتير جدا ضارة. لك حق. يبقى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من كل دنس وتزكيهم بها. تطلع كده يوم القيامة وانت كده في حالة من العطر والجمال، والناس كلها بتبص عليك وتقول هذا من المتصدقين من أمة محمد. عايزين نفرح رسول الله، ودايما ندعي اللهم فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. الله. طيب عايزين نتكلم عن الآبار، مش عايزين ننساها. نعم. طبعا الاحتياجات الشتاء طبعا نتكلم عنها مش هيخلص. احنا بنتكلم عن بطاطين، وكلمنا عن التفاصيل اللي كلها الحركة والتهنة، وأكدت لنا ان اللي بتروحوا قافلة مرة مش معناها ان دي بتروحوا تاني وتالت ورابع، حسب. نعم. الاحتياجات. نعم. طيب الآبار بقى، حينما قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض. نعم. ففي مصر كل الخزائن. الله. فوق الأرض مهمة على فكرة. نعم. التربة خزائن من الزراعة. هم قالوش على خزائن مصر، قالوا على خزائن الأرض. وبالتالي الأرض. لأن مصر هي أم الدنيا طول عمرها. الجمال بقى. خدت بقى لحضرتك. فالخزائن فوق الأرض وتحت الأرض، رغم أن كلمة خزائن دائما هي الشيء المخزون في الباطن، ومع ذلك أنت بترمي الزرعة فبتنزل تحت الأرض وبعد كده أنبتت وربت. يبقى إذن خزائن الأرض في مصر تختلف، فوق الأرض خزائن وزراعات، وتحت الأرض مياه. ربنا سبحانه وتعالى جعلها عشان نضرب الأرض بأيدينا ونخرج، لأن كل متصدق سيأتي يوم القيامة وهو في الجنة ومعه عصا يضرب الأرض، فيخرج ينبوعا من الماء وينبوعا من العسل وينبوعا من اللبن، يشرب يشرب قدروها تقديرا، لأنه في الدنيا حفر بئرا يشرب منه الناس. كلام جميل، وطمنا على مستقبل البلاد حتى. نعم نعم. تعالوا بينا نشوف التقرير ده أحبائي، ومكملين طبعا أكيد مع جامعة بير الطاقة. تفضل. ويتجدد لقاء الطرمبات كما يقولون، والحاجة حكمة عبد القادر اللي أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يأجرها بالطرمبة اللي حفرتها، علشان المربع السكني ده كله يستفيد من المكان دوت، أو بيستفيد من الطرمبة ديت. أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجعله في ميزان حسناتها، وهي دعوة. وسريعا أنا عايز أقول لكم، بعض الناس معتقد إن الموضوع دوت بيتكلف كتير. لا، ما بيتكلفش. وخ
خير استثمار ان احنا بترمبة زي دي او ببير ممكن ندخل الجنة، ممكن ربنا يغفر لنا، وممكن ان ربنا يشيل عننا ابتلاء كبير قوي قوي بدي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمنا واياكم ويرحم صاحبة الذكرى إن كانت صدقة جارية على روحها وهي عايشة بينا أو إن هي انتقلت. لذلك أنا بقول أسرع إن إحنا في الأيام ديت وإحنا داخلين على أشهر طيبة يحبها الله ورسوله، فضلها الله ورسوله عن أشهر العام كله داخلين عليها، فعايزين بسرعة نسرع علشان الألف ترومبة والألف بير قبل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المعظم بإذن الله. أكرمنا الله وإياكم وندعي كلنا نقول اللهم بلغنا رمضان على خير بإذنه سبحانه وتعالى. حاجة جميلة خالص ما شاء الله. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم بلغنا رمضان في هذه الأيام كأننا نعيش هذه الأيام. أبلغ رمضان بست شهور، اللهم بلغنا رمضان، وكل أحبابنا يقول اللهم بلغنا رمضان. ساعتها إحنا كنا بنعمل مبادرة لألف بير، ويمكن أنا قلت ده في الإذاعة، وأنا أبشرك إن إحنا رفعنا بعد دخول شهر رمضان وصلنا 3000 بير. بسم الله ما شاء الله. فكان الطمع بقى في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن إحنا نرفع العدد دوت ل10000 بير. وبجانب الآبار احنا قلنا ان في ناس قالت احنا في اماكن لا نستطيع فيها ان احنا نجد الماء الطيب الحلو، طب نعمل ايه الماء العذب؟ فبدأنا نتجه الى اتجاه تاني، مش مجرد حفر البير بس، ولكن بعمل محطات للتحلية علشان نوفر لهم الماء الطيب بكل فيه. انا عايز اقول ان شربة المية اللي بيشربها نقطة المية اللي بيشربها العصفور في كل كبد رطب كما قال النبي صدقة. قدرها ايه وزنها قد ايه يعلمه الله تبارك وتعالى. لذلك من خزائن الارض ابار المياه، فهيا نسرع لحفر تلك الابار حتى نخرج الخير ويشرب به او منه عباد الله. طيب عايزين نتكلم عن الاسقف او الاسقف. نعم. اللي هي تغطية البيوت. نعم. سترة البيوت هي دي. وخزائن الأرض أيضا تتحدث عن الستر، أن تستر مسلما، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أنا عايز أقول يا جماعة إن الدنيا الدنيا زي ما احنا شايفين في مع بعض كده، الدنيا مش بس إن الناس عايشة ودي صباح ومساء وعايشين كده الناس حياة طبيعية وخلاص، لكن أنا عايز أقول يا جماعة إذا مات دي كمان صور جديدة يعني. نعم. كمان مختلفة. نعم. عن كل اللي إذا توفى الله أي إنسان يا جماعة مش مجرد إن هو احنا بنبقى شايفين القبر عبارة عن حجارة وإحنا من هنا من الدنيا وهو في مكان تاني. أنا عايز أقولك اللي راح مكان تاني ده لن يعود إلى هنا. أحد الناس وجد أحد الشباب فبيقول له خذني إلى العمار، فذهب به إلى القبور، قال أقول لك العمار فتذهب بي إلى القبور؟ قال سيدي أقول لك أن كل من يأتي هنا لا يعود إلى هناك. البيوت بعد ما اتطورت. نعم. وعملتوها إذن هو دوت الجمال الخير ده. الخير اللي أنت بتقدمه في الدنيا أنا عايز أقول لحضرتك بتقدم هذا الخير في الدنيا علشان عمار الآخرة. يا سلام. صحيح. حيث يذهب الناس إلى المقابر ولا يعودون إلى الدنيا، يبقى هو ده العمار. أنا عايز أشوف ابتسامة الطفل ده أو البنت دي والأم والست والجدة والفرحة إن بيتهم أصبح مستور من الثعابين والعقارب وأصبح بيوتها ويعيشون حياة كريمة. دي مبادرة. لا وتبيض كله وتنظف كله. دي مبادرة سيد الرئيس ورئاسة الجمهورية إن إحنا دخلنا في قرية كل اللي فيها بيوت وعشش من غير أسقف. عايز أقول لحضرتك إن تحولت تلك العشش إلى بيوت. يمكن الشهر اللي احنا فيه ده مسلمين ما يقرب من حوالي 1500 بيت في ربوع مصر كلها، في ربوع مصر، علشان يبقى الناس في حاله من الستر. ستر الله عليكم في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. وعايزين بقى الدعاء الجميل ده نختم بيه حلقتنا النهارده، وعشان ما اقاطعش فضيله الشيخ
انا بشكر حضراتكم على متابعتكم وعلى تفاعلكم معنا وعلى كل فقراتنا، وتابعونا من خلال البرنامج ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحتي وقناه، واسيب بقى حضرتك تدعي ونؤمن وراك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على حبيبك محمدا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آتي كل منفق خلفا، اللهم آتي كل منفق خلفا، اللهم بالصدقات يا رب البريات اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة بغير سابقة عذاب، نسألك الجنة بغير سابقة حساب. اللهم لا توقفنا للحساب، فإن الوقوف للحساب عذاب. اللهم فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. اللهم إن لنا آباء وأمهات وأخوة يا ربي دخلوا قبورهم، نزلوا عليك ضيوف يا ربنا وأنت مكرم الضيفان، نسألك أن تسبل سترك عليهم وتجعل قبورهم يا ربي رياض من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تخلف على كل عبادك بالخير، وأن تجعل يا ربي كل غني منفق خلف رسول الله وتحت لوائك يا رسول الله. آمين 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 آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.